يسعد صباحكم، يسعد مساءكم، واهلا وسهلا فيكم في مطبخ ناديه. رح نعمل اليوم ان شاء الله كمان نوع من انواع الخبز كثير لذيذ، يعني حتشوفوا ايش مكوناته، وهينه وسهله. وانا بس حابه اني انا اعملكم انواع كثيره، يعني انا عملت في باللوز، في بالحمص، في بالعدس، في بالجوز الهند، في من التورتيه، في كل هذا، حتى انه بالنهايه كل واحد تذوقه وهو ايش حابب وايش انه لقى اسهل شيء. حتى عملت الكلاودي كمان انه بريد، وممكن انه انتم تعملوا فيها يعني شو ما بدكم، يا سندويشات او حتى للتغميس. وانا بتمنى انه تعجبكم وتقولوا لي ارائكم اذا حبيتوه، لانه حابه انه اشوف الناس اللي هي دائما بدها الاكل الصحي، وهذه القناه كلها عن الاكل الصحي. وكمان حتى في بعض البرامج عملاها كمان للرياضه، بحس لما تدوروا على اكل صحي تدوروا على رياضه، كلها موجوده للناس اللي بتعمل رجيم، ناس اللي هي بدها تحافظ على صحتها تكون بلياقه، وبنفس الوقت للناس اللي هي عندها مشاكل مثلا زي من بعضهم في مشاكل السكر، ممكن انه يلاقوا بعض الاكلات كثير لذيذه. وكمان الناس اللي هي عندها مشاكل من الجلوتين برضو حتلاقي في هذه القناة كل الأكلات الصحية اللي إن شاء الله بتعجبكم. وخلينا نروح على المطبخ ونعملها سوا. المقادير هي عبارة عن طحين جوز الهند، بشور السليم، زيت الزيتون، بودرة البصل والثوم، بيكنج باودر. وهلأ خلنا نعملها وفرجيكم قديه هينة وقديه حتكون لذيذة، ويلا بينا على المطبخ. هنا رح أبتدي أنا أحط المواد الجافة مع بعض. هذا جوز الهند أنا شريته جاهز، بس ممكن إنه أنتوا تطحنوه تعملوه بالبيت. وهذا السيليوم اللي هو بيعمل التكستشر داخل الخبزة، وكتير لذيذ ومفيد جدا. إن شاء الله بحط لكم أنا الفوائد. وهنا هذا بودرة الثوم والبصل، هنا هذه اختياري إذا أنتوا ما حابين ما تحطوه. وهذا البيكنج باودر، يعني أنا هنا رح أخلطهم شوي حتى يتجانسوا، بس ممكن إذا عندكم زعتر بري تحطوا، يعني طيبة إنه إحنا نشكل في الخبز، يعني ممكن هذا بس بعطيكم الأساس. وححط هلا زيت الزيتون وراح أخلطهم شوية مع بعض، وبعدين ببتدي أعجنهم بالمية. هذه المية سخنة مش مغلية، بس سخنة شوية بحيث إني أنا أقدر إني أعجن. فحضلي أعجن، ما حطيتها كلها مع بعض، بحب إني أنا شوية شوية حتى إنه يتجانس، وراح أفرجيكم كيف بالآخر راح تكون. هلا بالنسبة للسيليوم هو اللي بيمتص المية كليتها، وهو اللي بيجمع الخبزة يعني العجينة مع بعض. فإنه حتى يعني إذا زدته شوية ما تخافوا، لأنه لما نتركها 5 دقايق رح تلاقوها إنه شربت المية، وهذه كتير يعني رهيبة. هذا الخبز يعني المفضل، أنا عملت قبل هيك خبز تاني لكن يمكن إنه مقاديره كتيرة، بس هذا يعني بسيطة ونفس الغرض يعني. وزي ما انتم شايفين أنا بضلي أزيد شوية شوية، يعني بالنهاية من الكوبايتين هذا ضل شوي. وأنا رح هلا أفرجيكم التكستشر تبعتها، بس حتى إنه تشوفوا كيف إنه هينة جدا، وإنه ما بدها أي يعني غلبة، بس نجمعهم مع بعض لحديد ما تعمل العجينة اللي رح نفردها. كل اللي رح أعمله أنا رح أتركها تقريبا 5 دقايق مغطاي، ورح أفرجيكم هلا كيف رح نعملها. أول إشي رح أعمله رح أفرد أنا بلاستيك تحت، وهنا راح اخذ انا يعني قطعه. هذه الكميه تقريبا حتاخذ 8 حبات، يعني على حسب انه اذا انتم يعني بالحجم اللي انتم حتشوفوه هلا. وبعدين انه هنا بس بحط عليها كمان بلاستيك، يعني هيني جدا قديش طريه. ممكن انه انتم تفردوها بايديكم وممكن بالشوبك، انا راح افرجيكم الاثنين. كتير هينه يعني انه هي تتفرد على قد ما هي طريه ولذيذه. شوفوا كيف يعني اهل يعني سهلة انه بتفرد. اهم اشي انه نركز انه احنا نلاقي نعمة الثيكنس تبعها ما يكون كتير يعني انه ثيك، وبنفس الوقت حتى لانه اذا عملناها كتير ثيك ما راح تستوي من جوا، راح تكون نية، وما تكون كتير خفيفة حتى نعطيها هيك مجال انه تنفش، يعني تصير هيك بافي ولذيذة. وهلأ بعدين راح اقطعها من الاطراف، هو الغرض بس حتى انه نتخلص من انه الاطراف اللي هي بدها تكون ممكن انه تفتح واحنا عم نخبزها، واحنا بدنا اياها انه الهواء يدخل فيها ويخليها هيك تنفش. وبس لما اخلص هنا بلفها بالبلاستيك نفسه، بحيث انه انا لغايه ما ابتدي اخلص وابتدي اخبزها مع بعض، فبتحافظ على طراوتها وهينه جدا. وهلا بعمل قدامكم كمان وحده حتى تشوفوا قديش انه الطريقة هذه ما بدها تعب، يعني أخف حتى من الطحين الأبيض والأسمر، صدقوني لأنه بتحولوا لسكريات ومش مفيد للجسم.
يعني أنا بالنسبة لي ما ارتاحت معدتي إلا لما إن ابتديت أكل هاي أنواع الخبز. وفي كمان إنه خبز ثاني برضو عملته قبل هيك، رح أحط لكم اللينك تبعه. وهذا يعني في الخبز اللي عملته أول في بلاك سيد، وفي كمان سمسم، يعني برضو كتير لذيذ، هيعجبكم خاصة إنه ممكن تفرزنوه وبعدين تخبزوه. بس وهنا زي ما انتم شايفين بس بغطيه، وبعدين اني انا بحاول اني افرده. فحبيت بس لأعطيكوا فكرة وتشوفوا، لانه في ناس كتير ما بتعرف انه هو قديش الخبز اللي هو الطحين الابيض والطحين الاسمر واي نوع طحين يعني بيأذي المعدة. واحنا بالنهاية بدنا ندور على الصحة، وهذه القناة كلها على الاكل الصحي اللي مفيد، بس انه احنا يعني الله يبعد عنا الامراض، كن دايما بصحة جيدة. وهلأ نفس الطريقة تشوفوا أنا العمالي بفردها، وبعدين راح أقطعها من الأطراف، وبعدين راح ألفها وبضل لغاية ما أخلص العجينة، وبعدين هلأ نروح نخبزها سوا. هنا أنا جبت مقلة وحطيت عليها تقريبا يعني نقطتين بس زيت زيتون، وراح أمسحها بس لحتى إنه احتياط إنه ما تلزق العجينة. في بعض الأوقات صراحة ما بتلزق، بس أنا احتياطا حتى إنه تكون هينة، وبستنى إنه هي الصاج هذا يسخن بحطه على نار متوسطة. فأول إشي هلأ شوفوا ما شاء الله عملنا هدول، يعني طلعوا تقريبا زي ما قلت لكم 8، فأنا حبتدي بوحدة واحدة يعني هينة جدا، وحتشوفوا قديش تبقى تطلع لذيذة إن شاء الله بتعجبكم. بتمنى إنه دائما تكونوا معايا في كل فيديوهاتي حتى إنه تستمتعوا بالأكل الصحي. هلأ هحط الخبزة زي ما انتم شايفين، يعني حتركها هنا في هذه الحالة، يعني تقريبا انا بس رح اسيبها تقريبا دقيقتين. في طريقتين انا رح اعملها، طريقة اني انا بضل استنى وبطول بالي بتاخد اكثر من دقيقتين على كل جهة، بعدين الطريقة الثانية اللي هو انا بعمل تقريبا الدقيقتين هدول وبحطها بالمايكروويف زي الخبز اللي قبل هيك عملته، لانه لما نحطها بالمايكروويف رح من جوا تتأكدي انه هي استوت. فانتوا شوفوا الطريقة اللي انتوا بتحبوها. هنا بضغط عليها حتى اتأكد انه كل القاع لامس المقلة، وبشوف هنا صارت تتحرك معناته هين انه احنا نقلبها. يعني هاي هي الطريقة اللي حنعملها، حنضلنا نقلبهم كم مرة وحتشوفوا كيف بتنفش، بتصير زي انه هيك البافي بتجنن وبتبقى، وبعدين هي هذا بنقدر نفتحه ونعمل فيه سندويشات. بس دائما الضغط هذا ما تقلقوا، في واحدة قالت لي بخاف انه اضغط عليها تنمية، بالعكس هذا الضغط اللي هو انه انا بتأكد انه القاع لامس المقلة من تحت، وبنفس الوقت انه بصير لما ببتدي ينفش بصير اضغط من جهة بحس انه الهواء يتوزع، السخن يتوزع على كل الخبز، وبالتالي انه هي بتكون من جوا انه تأكدنا انه استوت. وهنا راح اقلبها تاني، شوفوا كيف يعني انه تقريبا من تحت الجهة التانية استوت، وزي ما تشايفين انه بضل اقلب عليها، يعني شوفوا ابتدت هلا انه ترتفع، فبحاول وين ما انه هي بتعلى بطبطب عليها، فبالتالي بتوزع السخونة. ونفس الاشي بعمل لما بقلبها كمان قلبه، يعني شوفوا كيف هلا ابتدى ينفخ، يعني انه خلص تقريبا ابتدى يستوي. هذا هو هين جدا ولذيذ، شوف كيف صارت يعني زي البالونة. يعني صدقوني هذا الأكل الصحي اللي أنا نفسي كل الناس تعرفه، وطعمتها لذيذة جدا، وحعملكم فيها سندويشات حتشوفوا قديش رهيبة. يعني هي شوفوا هي يعني تقريبا خلصت، بس برضو راح أقلبها على الجهة الثانية، بدي أتأكد إنه داخلها استوى، يعني إنه بعد ثانية ثواني خلص هيك تقريبا صارت جاهزة. هذه إنه أنا يعني ممكن إني أحطها بس على بشكير، وإذا أنتوا بتحبوا يعني برضو إذا ما بدكم تستنوا لهالدرجة هاي، لأنه بتاخد وقت لما حتى توصل للمرحلة هاي، أنتوا حطوها في المايكروويف لمدة 20 إلى 30 ثانية، وبعدين إنه بتحسوا كيف إنه تأكدتوا إنه من جوا كمان صارت مستوية. هلا رح أعمل كمان واحدة قدامكم حتى إنه تشوفوا قد إيه هين، برضو بحط على المقلة بس هيك يدوبك وبمسحها لحتى بس أتأكد إنه ما رح تلزق. وهنا حطيت أنا الثانية وراح أستنى عليها نفس الإشي، بس هذه راح أنا أستنى عليها وأقلبها زي ما شفتوا، بس بعدين راح أحطها بالمايكروويف لحتى إنه هي كمان ما بياخد وقت طويل لما بنعملها بالطريقة هاي. أنا أعطيتكم التو أوبشنز، الاثنين برضو إنه ممكن تعملوها، والاثنين برضو حتبقى لذيذة، بس حبيت إني أنا ما بدي أتقل عليكم وقلكم بس الطريقة الوحيدة هي إنه تستنوا عليها. هلا حفرجيكم كيف انه برضه راح تنفش،
وهنا قلبتها زي ما تشوفين، يعني كيف انه هينه، بس علينا انه نضل عينا عليها. انا بصراحه ممكن انه بعمل اشي جنبها وبسيبها، بس انه بضلي اضغط بين فتره وفتره حتى اتاكد اشوف انه استوت او نفشت، بحيث انه اخلي الهواء يتوزع من داخل الخبز. وبس خلصت هاي، راح احطها بالمايكروويف وحتبقى يعني فعلا لذيذه. يعني قديه حضل اقولكم لذيذه لحتى ما تقوموا تعملوها، وبضل اني انا اعمل الباقي لحتى بس هلا بفرجيكم بالاخر كيف بده يكون شكلهم. هاي ما شاء الله، يعني هلا اعملكم سندويشات. انا عامله فول من ألد الفول، يعني انا اتحدى حدا يعمل اطيب منه بصراحه، وحطها برضو في القناه ان شاء الله بحط لكم اللينك تبعه، وهذا كتير لذيذ يعني عملته بطريقه صحيه برضو. فهنا رح اعملكم هيك كم سندويش افتح نفسكم فيها. فححط انا الفول، وبعدين احط كم حبيت بندورة، يعني حتى انه تشوفوا قديش انه هي ممكن عمل فيه سندويشات. شوفوا زي ما انتم شايفين قديش طري، يعني دايب، يعني هو بالطريقة هاي بضله هيك تقريبا يعني بالتلاجة، وبس بتسخنه شوية بصير انه زي ما هو طري. هنا عاملة انا جبنة وبالزعتر، هذه جوت تشيز، انا بحب الجوت تشيز لانه صحية. بعدين راح أضيف عليها كم حبة خيار، يمي يمي، أنا ما مصدقة أخلص عشان أكلهم. يعني أتمنى يا ربي تعجبكم وتحطوا لي تعليقاتكم، تشوفوا قديش يعني إنه هاي الأكلات الصحية كيف هينة. وهنا في هذه الجبنة، هي جبنة قديمة زي طعمتها زي جبنة اللي هو البارميجان تشيز، ورهيبة رهيبة يعني فعلا، يعني تغيير أنواع من السندويشات. إن شاء الله تعجبكم، يعني ما في شيء بدي أعمل أكثر من هيك. هلأ بفرجيكم آخر الصحن، هاي آخر الصحن، يعني فعلا هذا الخبز لذيذ، يعني ما تتخيلوا، يعني حتى أطرى من الخبز البيتا اللي إحنا بنشتريه من برا، لأنه معمول بطريقة صحية جدا. يعني هذا كمان طعمة الجوز الهند رهيبة، يعني الناس اللي هي بدها يكون عندها تعبانة معدتها، أو إنه هي حابة إنه تخسر وزن، كتير بيساعد على إنه إحنا ناكل هاي الأشياء الصحية حتى نكتسب يعني دائما صحة. وبنفس الوقت تعودوا أولادكم، يعني شوف كيف هين، يعني بنعمل فيه سندويشات وممكن إنه ياخدوا لع مدارس أو حتى إنه لعشاء، وكمان خفيف يعني ما إنه هو تقيل، يعني شوف قديش طري. وأنا بحطه بالثلاجة وبعدين بس بدفيه هيك يمكن 3 ثواني أو 4 ثواني بالمايكروويف، وبيضلوا يرجع زي ما هو. يعني أتمنى إنه يعجبكم، وبليز يعني إنه شير with your friends. أنا بتمنى تشجعوني كمان، لأنه فعلا بياخد مني مجهود كبير وعندي شغل، لكن برضو بنفس الوقت بقول عندي أمنية إنه يوصل للناس إنه الأكل الصحي كتير مهم، حتى ما إحنا لازم إنه للعياذ بالله إنه نمرض، حتى إنه نكتشف إنه لازم ناكل أكل صحي. نبتدي من هلأ وشوي شوي منتعود، وعم بعملكم أطيب الأكلات، بحول كل الأكل الغير صحي إلى أكل صحي. يعني أتمنى يعجبكم، وإذا عملتوها تحطوا لي آرائكم وتقولوا لي أنتوا كيف حبيتوه. وأنا دائما إن شاء الله حبدي دائما أعطيكم كمان أنواع من الخبز، لأنه أنا بعشق الخبز. فإن شاء الله أراكم في فيديو آخر مع أكلة صحية تانية، وما تنسوا لايك and subscribe، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.